السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صانع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بيكم يا شباب، اليوم يوم جديد وجولة جديدة من جولات قناة صانع السعادة في السعودية، ولازلنا في تغطية عروض بند مقاضي رمضان. الفيديو ده هنشوف فيه عروض الخضروات والفاكهة، في عروض حلوة جدا نازلة. اتمنى الجميع يستفيد بالجولة اللي هنعملها في قسم الخضروات والفاكهة، ولكن في البداية عايزين نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، وكمان الذكر اللي احنا بنقوله دايما مع بعضنا، هنقول سبحان الله وبحمده، وما ننساش ندعي لأهلنا في فلسطين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وانصر يا ربنا أهلنا في فلسطين، واحفظ أهلنا في السودان وفي كل مكان. وتعالوا بقى نشوف جولة حلوة جدا على قسم الخضروات والفاكهة في باندا لمدة أسبوع، ومنتجات رمضانية زي ما احنا شايفين القمر دين، وهنشوف بقى عروض حلوة جدا. تابعوا الجولة للآخر وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بقى بينا نشوف أقوى عروض باندا قسم الخضروات والفاكهة الطازجة والمجمدة والمعلبة وكل ما هو فاكهة وخضار، هنلاقيه في الفيديو ده. عروض قسم الخضروات والفاكهة يبدأ من 95 هللة على ملفوف أخضر. ملفوف أخضر، في نوعين من الملفوف ده يا جماعة، في نوع اللي هو بيتعمل بيه السلطات كده على ما أعتقد، يعني اللي هو 95 هللة ده. 95 هللة ده ملفوف. في كمان ملفوف اللي هو للمحشي، ملفوف برضه اللي هو المحشي، الكيلو نازل بريال 95 هللة. ريال 95 هللة اللي هو ملفوف المحشي. في كمان الأرنبيط اللي هو زهرة، الكيلو بأربعة ونص، الكيلو بأربعة ونص. الأرنبيط اللي هو زهرة. هنشوف مع بعضينا عروض التفاح وعروض الخمسة ريال. خمسة ريال 95 هللة. تفاح أخضر أو اللي هو التفاح الجولد اللي هو الأصفر يعني، ولكن هو أخضر شوية. هو تفاح احمر وتفاح اخضر، ثلاثة انواع دول نفس السعر، 5 ريال 95 هللة. 5 ريال 95 هللة. في كمان عروض على التفاح كرتون، الكرتون في تفاح اصفر كرتون ب 13 ريال 95 هللة، وكمان برضو الاحمر نفس السعر 13 ريال 95 هللة. زي ما احنا شايفين ده شكله، ده الكرتون او بالعلبة، يعني العلبة. في علب تانية برضو صغيرة كده، ولكن دي مش نازلة عروض، 15 ريال و 13 ريال و 17 ريال من غير عرض. في بقى كمان هنا يوسفي والجوافة من غير عرض ب 10 ريال، كرتون برضو او علبة. اليوسفي تركي، يوسفي تركي ب 19 ريال. في مانجا كمان هنا كرتون ب 40 ريال المانجا، وفي ليمون، وفي موز ب 19 ريال من غير عرض. الحاجات دي كلها من غير عروض. كمان في عرض على الاناناس، اناناس الهند ده جاي من الهند، الحبه 7 ريال 95 هرده، 7 ريال 95 هرده، هو بيتباع بالحب. في كمان عين الجمل، عين الجمل اللي هي العلبة دي، عين الجمل زي ما احنا شايفين العلبة دي قدامنا، هي جوز عين الجمل من شيلي، من شيلي. دي العلبة دي نازل عليها عرض 10 ريال 95 هرلة العلبة، 10 ريال 95 هرلة، عروض ال 10 ريال. كمان هنا في عرض على قمر الدين، قمر دين مشمش وقمر دين طبيعي عادي، شركة الوادي، الواحدة العبوة حوالي كام؟ 300 جرام، العبوة 300 جرام، الواحدة نازلة هو تركي، نازلة 7 ريال 95 هرلة، 7 ريال 95 هرلة، منتجات رمضان اللي هو قمر الدين أو قمر دين مش مجفف، وفي الفيمتو، وفي المانجا. كل ده نازل الواحدة ب 7 ريال 95 هرلة.
النهاردة على تمر سكري رطب المزارع. تمر سكري رطب المزارع شايفين سعره قبل العرض 27 ريال، 27 ريال نازل ل15 ريال او 14 ريال 95. الموز بنزل عرض ب6 ريال او 5 ريال 95 هرجة، 5 ريال 95 هرجة. موز فلبيني 5 ريال 65 هرجة، يعني 6 ريال. في هنا عرض على الموز اللي هو الصغير، الموز الصغير ده اغلى من الموز اللي هو العادي. الموز الصغير شايفين شكله عامل ازاي، موز صغير كده نازل بكام؟ ب10 ريال الكيلو، 9 ريال 95 هرجة، 9 ريال 95 هرجة. والموز الكبير العادي الفلبيني ده ب6 ريال. الحمضيات هنشوف اول حاجه في البرتقال والليمون اللي هو الكيس، برتقاله ابو سره كيس نازل ب8 ريال اللي هو ده، هتلاقوا الحبه بتاعته صغيره، الكيس ده نازل ب8 ريال، برتقاله ابو سره حبه صغيره. اليوسفي، يوسفي تركي برضو كيس، اليوسفي التركي ده كان ب7 ريال. في ليمون كيس اللي هو الليمون الكبير الاصفر ده ومكتبين عليه مصري، 5 ريال 95 هرجة، 5 ريال 95 هرجة. في برضه هنا يوسفي تركي، يوسفي تركي 5 ريال 95 هرجة، ده من غير عرض الكيلو. في عرض على اليوسفي المصري ب3 ريال و95 هرجة، 3 ريال 95 هرجة اللي هو اليوسفي المصري. اليوسفي الباكستاني 5 ريال من غير عرض، 5 ريال من غير عرض اللي هو اليوسفي الباكستاني. عروض الليمون او اسعار الليمون، الليمون معلوش عرض، الليمون بدون بذر فيتنامي كيلو ب9 ريال، كيلو ب9 ريال. في الليمون الاصفر الكبير ده الكيلو ب7 ريال، كيلو ب7 ريال من غير عرض، ده اسعار عادية. الجريب فروت ب6 ريال او 5 ريال 95 هرجة من غير عرض برضه. العرض على البرتقال اللي هو ابو سره، برتقال ابو سره ب2.5 الكيلو، 2.5 الكيلو برتقال ابو سره المصري. عرض على التوت العلبه، التوت الازرق البري اللي هو ده، توت ازرق العلبه نازله من 9، العلبه نازله من 9 ريال ل7 ريال، من 9 ريال ل7 ريال. التوت الاسود اللي هو ده، توت اسود التوت بقى اللي هو ده، ده العلبة 125 جرام، وده 125 جرام برضو اللي شفناه في الأول، نازل من 19 ل15. التوت الأحمر ب14 ريال بدلا من 17 ريال، توت أحمر ده شكل التوت. الفراولة شايفين الفراولة دي، العلبة دي 25 ريال، فراولة علبة كبيرة 25 ريال، شكلها حلو بس طبعا ده من غير عرض يعني. العنب في عرض على العنب الابيض اللي هو بدون بذر، عنب هندي، عنب هندي بدون بذر ابيض الكيلو ب9 ريال، 8 ريال 95 هرجة. باقي اسعار العنب كلها يعني اسعارها غالية جدا. كمان من العروض اللي نازلة في باندا في البطاطا، البطاطا الحلوة الصندوق ده 3 كيلو، 3 كيلو او 2.5 نازل ب9 ريال، 8 ريال 95 هرجة. ده مصري بطاطا حلوة مصري، الكرتون نازل ب8 ريال 95 هرجة، 8 ريال 95 هرجة. من العروض اللي نازلة في باندا في عرض على البنجر، بنجر الكيلو ب2 ريال 95 هرجة، 2 ريال 95 هرجة. في الفلفل الاخضر اللي هو الرومي ده 3 ريال 95 هرجة، 3 ريال 95 هرجة. الفلفل الالوان الاحمر ب11 ريال، البامية ب13 ريال. في الفاصوليا الخضراء ب11 ريال من غير عرض، الكوسة ب5 ريال من غير عرض، الكوسة ب5 ريال. في عرض على الباذنجان المدور 3 ريال 95 هرجة او 4 ريال الكيلو، الكيلو ب4 ريال، والكوسة من غير عرض ب5 ريال. من العروض اللي نازله فيه الجزر المستورد، الجزر المستورد ده من استراليا ب3 ريال 95 هرجة الكيلو،
3 ريال 95. هل الطماطم ب 4.5؟ الطماطم ب 4.5 ريال من غير عرض، 4.5 ريال. والخيار ب 6 ريال، الخيار ب 6 ريال. الطماطم الصندوق، الصندوق ب 17، 17 ريال، 4 كيلو وربع، 17 ريال. وفي الخيار برضو صندوق ب 13 ريال. دي أسعار وعروض طماطم الجزر الخيار. كمان عرض على الزنجبيل، زنجبيل صيني، الكيلو الكيلو نازل من 11 ريال او من 10 ريال 95 هرله ل 7 ريال 95 هرله، يعني من 11 ريال ل 8 ريال، يعني نازل تخفيض 3 ريال. في البطاطس والبطاطا، الكيلو ب 5 ريال، الكيلو ب 5 ريال البطاطا والبطاطس. في التوم برضو، التوم الكيلو ب 11، كيلو ب 11 لو انت هتاخد بالكيلو. التوم، الشبك او الربطه، الربطه بكام؟ الربطه في ب 4 ريال من غير عرض، 3 ريال 95 هرله من غير عرض. طبعا هو صيني، توم صيني. من عروض ال 5 ريال في خص لولو، 5 ريال 95 هرله، خص لولو 5 ريال 95 هرله العلبة، هو بيجي على العلبة. لو في قسم الخضروات هنا في حاجات معلبة، جاهزة معلبة، في خيار وطماطم والفلفل الألوان والفلفل الأخضر والجزر والليمون، باذنجان، الكوسة، البامية. البامية العبوة دي ب7 ريال، طبعا دي من غير عروض. شايفين كمان في الفلفل الالوان ده، الفلفل الالوان ده دي برضو ب6 ريال و60 هرله او 7 ريال، يعني زي ما تكون سعرها. في الباذنجان والليمون والجزر، دي حاجات جاهزه بقى للناس اللي هي ايه، تحب تاخد بقى الحاجه على طول من غير وزن، او طبعا بيكون سعرها غالي يعني شويه. عرض على بطاطس للقلي مجمدة داري، داري في النوع اللي هو الاتنين كيلو ونص، نازل من 28 ل 19 ريال، من 28 ل 19 ريال، وده أقل نوع وأقل سعر في البطاطس المقلية المجمدة. في الكيلو نازل ب10 ريال، الكيلو نازل ب10 ريال بدلا من 15 ريال، والاتنين كيلو 19 ريال بدلا من 28 ريال. عروض البطاطس المقلية المجمدة داري. كمان عروض البطاطس اللي هي المجمدة للقلي، هنا في لامب ويستون اللي هي 1 كيلو، 1 كيلو و750 جرام، نازل هو نفس السعر 10 ريال بدلا من 16.5 او بدلا من 15.5. في 750 جرام، وفي 1 كيلو اللي هي لامب ويستون، نازل العرض ب10 ريال، عروض ال10 ريال. البطاطس المقلية المجمدة، في سادية، سادية بطاطس مقلية مجمدة، سادية اللي هي الاتنين كيلو ونص، نازل من 28، من 28 ل 22 ريال، اللي هو الاتنين كيلو ونص، 22 بدلا من 28. بطاطس مقلية سادية اللي هي الاتنين كيلو ونص مجمدة. في كمان برضو هنا دي امريكانا، مش باين سعرها كام، لكن هنا سادية 22 بدلا من 28. عروض على الخضروات المجمدة، هنشوف اول حاجة مونتانا خضروات مجمدة متنوعة، 400 جرام، الثلاث حبات نازلين ب12 ريال، الثلاث حبات ب12، اللي هو الجزر والبازلاء والخضروات المشكلة والبازلاء، كل الانواع من مونتانا اللي هي 400 جرام، نازل الثلاث حبات ب11 ريال 95 هرله. عرض على ذرة مجمدة داري، الكيس 400 جرام، نزل الثلاث حبات 10 ريال بدلا من 17 ريال، 10 ريال بدلا من 17 ريال، 95 هرله، اللي هي ذرة مجمدة داري، الواحدة 400 جرام، الثلاثة 10 بدلا من 17، 85 هرله، عروض ال10 ريال. عروض ال10 ريال منتجات الوليمة، خضروات مجمدة متنوعة،
في بازلاء، في بامية، في في طبعا خضروات مشكلة، في بازلاء وجزر، كل أنواع الوليمة عشان هو كاتب متنوعة اللي هي 400 جرام، نزل الثلاث حبات من 21 ريال ل 10 ريال أو 9 ريال 95 هللة، عروض ال 10 ريال في باب. خضروات مجمدة السنبلة، السنبلة اللي هي 900 جرام 800 جرام 800 جرام متنوع، في خضروات مشكلة، في فاصوليا مقطعة، في بازلاء وجزر، كل أنواع السنبلة اللي هي 800 جرام 1 زائد 1 19 ريال بدلا من 38 ريال 19 بدلا من 38 الاثنين حبة 1 زائد 1 مجانا. منتجات السنبلة. منتجات شركة سادية، في سادية اللي هي الملوخية، الملوخية اللي هي المجمدة 400 جرام الاتنين حبة نازلين ب9 ريال بدلا من 12.5، الاتنين حبة 9 ريال يعني الواحدة ب4.5. في كمان بازلاء، بازلاء سادية مجمدة 450 جرام الاتنين حبة 10 ريال بدلا من 21، 10 ريال بدلا من 21. كمان في سبانخ مقطعة سادية 400 جرام الاتنين حبة 9 ريال بدلا من 12 ريال، سبانخ مقطعة مجمدة سادية 9 ريال الاتنين حبة بدلا من 12 يعني الواحدة 4.5 برضه. دي منتجات سادية. في منتجات امريكانا، اتنين حبة اللي هي البامية فاين، بامية فاين مجمدة امريكانا اللي هي كام 400 جرام الاتنين نازلة من 14 ل7.5، عرض نصف السعر، بامية مجمدة. في كمان ذرة كاملة، ذرة كاملة الواحد كيلو نازل من 21 ل13 ريال، ذرة كاملة امريكانا. في كمان هنا بازلاء، بازلاء خضراء، البازلاء اللي هي كام 800 جرام 900 جرام نازلة من 17.5 ل10 ريال الحبة، من 17.5 ل10 ريال. عروض الفواكه المجمدة، العرض اللي نازل نازل على الفراولة، فراولة داري الكيس 1 كيلو نازل الاتنين حبة أو الاتنين كيلو من 25.5 ل16 ريال أو 15 ريال 95 هللة، فراولة مجمدة داري الاتنين كيس، الكيس كيلو 16 ريال بدلا من 25.5. في كمان عرض على نوع من التوت، شايفين التوت ده يا جماعة، ده توت أزرق، الكيس ده 400 جرام، ده الاسم بتاعه أوسيا، اسمها أوسيا، ده 400 جرام نازل من 31 ل 18 ريال، نازل من 31 ل 18 ريال. دول العرضين اللي انا شايفهم في الفاكهة المجمدة. عرض على شرائح اناناس، شرائح اناناس جودي الواحدة 567 جرام، نزل عرض نصف السعر او 1 زائد 1 مجانا، عروض 10 ريال في بندا، 1 زائد 1 بدلا من 20 نزل 10 ريال، شرائح اناناس جودي. كمان في فواكه مشكلة جودي، العلبة 425 جرام نزل عرض من 12 ريال ل8 ريال او 7 ريال 95 هللة العلبة الواحدة. عروض الذرة المعلبة، في عرض على ذرة باندا اللي هي 340 جرام 2 زائد 1 مجانا بدلا من 16.5 نازلة 10 ريال 95 هللة، دي برضو نعتبرها من عروض العشرة ريال في باندا هذا الاسبوع، ثلاث حبات 2 زائد 1 مجانا 10 ريال 95 هللة بدلا من 16.5. من اقوى عروض باندا هذا الاسبوع عرض قوي جدا على ذرة ذهبية كاملة جودي 340 جرام 2 زائد 1 مجانا بدلا من 19.5 11 ريال 95 هللة، ده اقوى عروض باندا هذا الاسبوع. كل منتجات جودي يا جماعة نازلة عروض قوية جدا هذا الاسبوع. هنا الدورة نازل 2 زائد 1 مجانا بدلا من 19.5 11 ريال 95 هللة اللي هي 340 جرام.
كمان في عرض هنا على ذرة العملاق الأخضر. العملاق الأخضر ده من الأنواع اللي بتكون غالية شوية للناس اللي هي بتنظم السكر واللي بتعمل ريجيم. طبعا دي بدون ملح بدون سكر، نزل الاتنين حبة، الواحدة 340 جرام بدلا من 16 ريال نازلة 13 ريال أو 12 ريال 95 هللة، اللي هي 340 جرام. في نوعين منها، نوع 340 جرام وفي نوع تاني 150 جرام، بتيجي عبوة اسمها عبوة التوفير، زي ما احنا شايفين بدون سكر مضاف، ذرة حلوة. العبوة دي أربعة، الواحدة 150 جرام بدلا من 17 نازلة 15، بدلا من 17 نازلة 15. دي عروض على ذرة العملاق الأخضر اللي هي من غير ملح أو من غير سكر مضاف. عروض الفول المدمس المعلب في باندا، في عرض على ندى. ندى اللي هي بالخلطات الثلاث حبات نازلين من 16.5 ل 10 ريال، الواحدة 400 جرام. ندى بالخلطات ثلاثة، الواحدة 400 جرام نازلة من 16.5 ل 10 ريال، ودي من عروض العشرة ريال. برضو هنا السادة، برضو فول مدمس ندى، الواحدة 400 جرام السادة والخلطات نفس السعر ب10 ريال، ثلاث حبات ب10 ريال. كمان من عروض الفول المدمس، في فول مدمس الكسيح، الواحدة 390 جرام، 390 جرام 2 زائد 1 مجانا بدلا من 13.5، 9 ريال. 9 ريال فول مدمس الكسيح اللي هو الأخضر أو الأحمر. الأحمر ده اللي هو بالفلفل الحار، الأخضر ده اللي هو العادي. 3 ب9 بدلا من 13.5، الواحدة 390 جرام. كمان من عروض الفول المدمس، فول مدمس باندا 2 زائد 1 مجانا، اللي هي 450 جرام بدلا من 14 ريال 85 هللة، 9 ريال و90 هللة. متنوع، فول مدمس باندا 450 جرام متنوع بدلا من 14 85، 9 ريال و90 هللة، عروض العشرة ريال. من عروض الفول المدمس، من أقوى عروض الأسبوع في باندا، عرض على فول مدمس معلب حدائق كاليفورنيا اللي هو 450 جرام، اللي هو بالخلطات نازل الأربعة، عروض نصف السعر، 2 زائد 2 مجانا بدلا من 28 نازل 14 ريال أو 13 ريال و90 هللة، وده طبعا من أقوى عروض هذا الأسبوع في باندا على الفول المدمس المعلب. عرض على فاصوليا بيضاء باندا، العلبة 450 جرام نازل الأربع حبات 10 ريال بدلا من 16 ريال أو 9 ريال 95 هللة بدلا من 15 ريال و80 هللة. فاصوليا بيضاء باندا، الواحدة 450 جرام. عرض على بازلاء معلبة باسم باندا، 450 جرام الحبة، الأربع حبات نازلين من 12 ريال إلى 9 ريال 95 هللة، الأربع حبات ب10 ريال بدلا من 11 ريال و80 هللة وبدلا من 12 ريال. بازلاء خضراء باسم باندا. عروض الفطر، فطر كامل هيبة، فطر كامل هيبة 357 جرام نازل الاتنين حبة أو العلبتين نازلين من 16.5 ل10 ريال، برضو من عروض العشرة ريال في باندا على الفطر. عرض على فاصوليا حمراء لونة، العلبة 380 جرام، الاتنين علبة نازلين 10 ريال بدلا من 12 ريال، الاتنين علبة 10 ريال بدلا من 12 ريال، فاصوليا حمراء لونة العلبة 380 جرام. عروض على مكسرات شركة باجا، في مكسرات اللي هي مشكل اكسترا وفي دايلوكس مملح، الواحدة هنا حجمها كام؟ 450 جرام، 450 جرام نازلة سعر موحد، كل الأنواع دي نازلة سعر موحد 24 ريال بدلا من 50.25، وفي أنواع نازلة من 43.75 هللة ل 24 ريال، وفي أنواع نازلة من 50.25 ل 24 ريال، يعني العلبة 450 جرام نازلة ب 24 ريال بدلا من 50 ريال. مكسرات باجة مشكلة.
عروض الزيتون المعلب وعروض ال10 ريال، عروض زيتون اسود او اخضر منزوع النوى، منزوع النوى معلب، العلبة 75 جرام، نازل ل2 حبة، ال2 حبة نازلين ب10 ريال بدلا من 12 ريال، وده زيتون اسباني. في كمان هنا باندا، زيتون باندا متنوع اسود او اخضر كامل، 350 جرام، نزل 2 حبة من 15 ريال ل7 ريال 95. هنا 7 ريال 95 هللة، ده عروض الزيتون المعلب في باندا وعروض ال10 ريال. عروض الطماطم المقطعة والطماطم المقشرة المعلبة من اقوى عروض ال10 ريال في باندا. عرض على طماطم هنا مقطعة معلبة الواحدة 400 جرام، نازل ال4 حبات ب10 ريال بدلا من 17 ريال او 9 ريال 95 هلل، سواء المقطعة او اللي هي المقشرة او المقشرة، سواء دي او دي، ال4 حبات ب10 ريال او 9 ريال 95 هلل. كمان في طماطم برضو هنا برضو، خلاص في طماطم باندا، طماطم باندا مقطعة، طماطم مقطعة معلبة باندا الواحدة 400 جرام، برضو نزل 3 حبات من 11 ريال 85 هللة ل9 ريال 95 هللة. دي عروض الطماطم المقطعة والمقشرة المعلبة الواحدة 400 جرام، سواء شركة هنا أو باندا، وطبعا دي من عروض ال10 ريال في باندا هذا الأسبوع. عروض معجون الطماطم أو الصلصة في باندا، عرض قوي جدا على معجون طماطم لونة، معجون طماطم لونة نازل 2+1 مجانا بدلا من 41.85 هللة، نازل 25 ريال، 25 ريال اللي هو التلاتة، يعني الواحدة ب8 ريال وشوية، يعني 8 ريال 30 هللة حاجة زي كده، 25 بدلا من 42. معجون طماطم لونة كمان في عرض حلو جدا على معجون طماطم باندا، عروض ال10 ريال، معجون طماطم باندا نفس الحجم 8 حبات في 135 جرام، نازل من 13 ريال ل10 ريال، ده معجون طماطم باندا. كمان العرض القوي جدا اللي هو عرض معجون طماطم السعودية، ال2 حبة نازلين من 32 ل23 ريال، من 32 ل23 ريال. كمان في معجون طماطم الراقي، معجون طماطم الراقي العلبة دي 650 جرام، نازل من 11 ريال ل8 ريال، من 11 ريال نازل 8 ريال. دي عروض معجون الطماطم. عروض الهيل في باندا، هيل الجميل، هيل اخضر الجميل 250 جرام، نازل من 43 ل33 ريال، من 43 نازل 33 ريال. في كمان هيل زينة اللي هو الاخضر، نازل النص كيلو او 500 جرام، من 78 ل60 ريال، من 78 ل60 ريال. في كمان عافية حب الهيل، حب كامل عافية 500 جرام او نص كيلو، نازل من 90 ل65 ريال، نازل من 90 ل65 ريال. دي عروض الهيل في باندا. كمان في هنا هيل حب وسط، هيل حب وسط مجدي 75 جرام، نازل من 30 ل21 ريال، من 30 ل21 ريال. في كمان برضو هنا هيل حب اكسترا برضو مجدي 80 جرام، نازل من 30 ل21 ريال، اللي هي الاكياس دي. دي طبعا كل عروض الهيل في باندا هذا الاسبوع. عروض ورق العنب المعلب في باندا، في عرض على فودز، فودز ده 1 كيلو، نازل من 26 ل18 ريال، من 26 نازل 18. كمان في اللي هو فيكتوريا، فيكتوريا 908 جرام، نازل 19 بدلا من 25. كمان في من العروض اللي نازله العرض القوي جدا اللي هو جودي 1+1 960 جرام، نازل من 54 ل27 ريال، الاثنين ب27 ريال، يعني الواحد ب13.5. عرض حلو جدا على ورق العنب المعلب. في كمان ورق العنب اللي هو محشي جاهز بالارز، ال2 كيلو نازل من 46 ل40 ريال،
من 46 ل 40 ريال، اللي هو فيكتوريا 2 كيلو. دي طبعا كل العروض اللي هي في ورق العنب اللي هو المعلب في بند كمان. في عرض على ليمون مجفف، ليمون مجفف لومي حب مجدي، الكيس ده 200 جرام يا جماعة. نازل عرض من عروض 10 ريال بدلا من 15 ريال، نازل 10 ريال ونص، 10 ريال 45 هللة. ليمون مجفف مجدي، ليمون مجفف مجدي. الناس طبعا بتحب الحاجات دي في زي التوابل كده في الكبسة يعني. ليمون مجفف مجدي 10 ريال 45 هلل بدلا من 14 ريال 95 هلل. الحجم بتاعه 200 جرام، الحجم بتاعه 200 جرام. عروض البقوليات في باندا، البقوليات في شركة تاك تات عاملة عروض حلوة. في عرض هنا على عدس اخضر تاك تات 2 كيلو، 2 كيلو نازل 23 ريال بدلا من 30 ريال، 23 ريال بدلا من 30 ريال. عدس اخضر تاك تات. في كمان حمص 2 كيلو برضو نازل من 26 ل 23 ريال. حمص حمص هندي مجروش اللي هو تاك تات. في كمان سميد تاك تات 2 كيلو برضو نازل من 35 ل 23 ريال. سميد برضو سميد ناعم. في كمان هنا برضو مسحوق جوز الهند، مسحوق جوز الهند اللي هو المبشور نازل من كام؟ من 33، ده 1 كيلو من 33 نازل 23 ريال. مسحوق جوز الهند تاك تات برضو. عروض على البقوليات تاك تات اللي هي 2 كيلو، كل الانواع اللي نازله نازله ب 23 ريال. عدس اخضر، سميد، حمص، مسحوق جوز الهند، ده كيلو، كيلو واحد فقط. عروض الشوفان، في عرض على كويكر الشوفان اللي هو 500 جرام، نازل الحبه بدلا من 13 ريال ل 9 ريال 95 هلله، او 10 ريال من عروض ال 10 ريال في بند هذا الاسبوع. شوفان ابيض كويكر العلبه 500 جرام نازل من 13 ل 10 ريال. كمان في برضو هنا شوفان ابيض هيرفست ال 500 جرام برضو نازل من 12 ريال وربع ل 10 ريال وربع، 10 ريال وربع الواحده برضو 500 جرام. كمان في حبوب كامله شوفان هنا الواحده 900 جرام نازله من 15 ونص ل 11 ريال 95 هنا، الناس واخده منه شوفان هنا حبوب كامله.